يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم، هيكون عندنا هنا جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه. اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم. حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي الرياضه، وهنبتدي معاكم كالعاده باهم وبابرز العناوين اليوم. منتخب شباب الطايره يواجه تونس في نهائي بطوله افريقيا. اليوم ثلاث مواجهات قويه في الدوري الممتاز. الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهه الاتحاد السكندري في مباراه التتويج. والأهلي يواصل التدريبات دون راحة استعدادا لمواجهة أنفي. وعالميا ثلاث أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح الليلة قصاد مانشستر يونايتد. هنبتدي من عند كرة اليد. النهارده هيواجه منتخب شباب مصر لكرة اليد منتخب الكونغو في تاني مواجهات البطولة الأفريقية في نسختها 29 لشباب لكرة اليد، واللي بتستضيفها رواندا في الفترة ما بين 20 لـ29 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن هيلتقي منتخب شباب اليد مع الجزائر يوم الأربعاء، طبعا بعد الحصول على راحة بكرة يوم الثلاث. وحسم منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2002 أولى مواجهاته في بطولة إفريقيا للشباب بعد ما فاز على المنتخب الليبي بنتيجة 40-23، وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة 19-12 لصالح منتخب مصر. وبيشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية، واللي بتضم الجزائر والكونغو وليبيا، وكمان بتضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والمغرب وأنجولا ورواندا. من اليد نروح معاكم لكرة الطايرة، والساعة 7 مساء النهاردة بتوقيت القاهرة هتقام مباراة نهائي بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطايرة تحت 21 سنة ما بين مصر وتونس، والمقامة في تونس في منافسة شرسة أكيد ما بين المنتخبين على اللقب. تأهل منتخب شباب كرة الطايرة للنهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة أفريقيا، عشان يضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعد ما فاز على المغرب 3-0 في ربع النهائي. نجح لاعبنا المصري يوسف حميدة الفوز بشرف تمثيل مصر أكيد في بطولة العالم للمصارعة الحرة بعد فوزه امبارح على ضياء الدين جودة بنتيجة 5-1 في مباراة شهدت قمة الروح الرياضية والمنافسة الشريفة. فاز يوسف حميدة على المنافس ضياء الدين جودة بطل الميزان الأصلي واللاعب الأولمبي، عشان يمثل مصر في بطولة العالم اللي جاية والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 10 لـ18 سبتمبر اللي جاي. كان يوسف حميدة ذو الأصول المصرية قرر أن هو يمثل مصر في المحافل الدولية بعد ما تنازل عن الجنسية الرياضية الأمريكية، ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة وزن 125، وسبق لي أن هو حقق بطولة الجمهورية بعد اكتساح المنافسين بعدم التكافؤ. حصد منتخب مصر للسباحة القصيرة والمياه المفتوحة ذهبيتين جديدتين في منافسات البطولة الأفريقية لمرحلة العمومي، واللي بتقام خلال الفترة ما بين 20 وحتى 25 أغسطس. توج لاعب عبد الله نصر بذهبية سباق 200 متر حرة رجال بعد ما تمكن ان هو يحقق زمن ساعة و52 أو دقيقة أو 52 ثانية و14 جزء من الثانية، متفوق على سباحي المنتخب التونسي مهدي الجيلي وكمان أحمد جوادي. وتوجت اللاعبة لوجينا عبد الله بذهبية سباق 200 متر حرة أنسات بزمن قدره 2:05.53 جزء من الثانية بعد منافسات قوية مع سباحتي منتخب جنوب أفريقيا، بتضم البعثة السباحين عبد الله نصر محمد
ياسر، عمر عباس، كريم مجدي، محمد حسام، صهيب خالد، محمد هاني، عمر طه ومروان القماش، والسباحات لجين صلاح، حلا دياب، روان تامر، هيدي عمرو، فريده ايمن، وساره سمان، وكارن ايليا، وليلي هيثم، ونادين كريم، ولجين ضياء، بالاضافه كمان لاربع سباحين وسباحات في المياه المفتوحه، وهم مروان العمراوي وكريم طارق ولميس السكري وشهد سامح. دي كانت جوله سريعه جدا في اخبار الالعاب الاخرى. هنروح دلوقتي معاكم نشوف اخر تفاصيل واخبار كره القدم محليا. تبدأ بتتواصل مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهتقام ثلاث مباريات تبتدي الساعة 5:30 ما بين غزل المحلة ومصر المقصة على ملعب المحلة، وهتذاع على اون تايم سبورتس 2، وفي نفس التوقيت مباراة سيراميك كليوباترا وطلائع الجيش على ملعب المقاولين العرب على اون تايم سبورتس 3، والساعة 8 مساء فيوتشر هيستضيف بيراميدز في مباراة قوية أكيد على استاد الأهلي والسلام، هتذاع على اون تايم سبورتس 1. نروح بقى معاكم لاخبار نادي الزمالك، وبيختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا لمواجهه الاتحاد والمقرر ليها يوم الثلاث بكره في استاد القاهره الدولي ضمن مواجهات الجوله ال 32 من مسابقه الدوري المصري الممتاز. المنتظر ان هيعلن فيريرا قائمه اللعيبه اللي هيخوض بيها المباراه، واللي هتشهد كمان عوده التونسي حمزه المثلوثي بعد انتهاء ايقافه. غاب المثلوثي عن مواجهه الزمالك وفاركو، وتواجد اللاعب في المدرجات عشان يدعم زمايله، ونجح كمان الفريق الابيض ان هو يحقق فوز غالي على فاركو بهدف دون مقابل احرزه حسام عبد المجيد في الدقيقه الثامنه من عمر اللقاء اللي اقيم على استاد اسكندريه في الجوله ال 31 من الدوري المصري الممتاز، عشان يرتفع رصيد الفريق الابيض ل 75 نقطه وباقي له بس نقطتين عشان يحقق لقب الدوري بشكل رسمي. كمان شهد تدريب نادي الزمالك تصعيد اربع لعيبه من فريق الشباب مواليد 2003 استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري اللي جايه في الدوري، والجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده البرتغالي فيريرا صعد احمد رفاعي مدافع الفريق، وثنائي الوسط طارق علاء وماجد هاني واحمد عبد الرحيم ايشو جناح الفريق، وحرص كمان الجهاز الفني للفريق ان هو يصعد مجموعه من اللعيبه الشباب مؤخرا عشان يديهم الخبره اللازمه تحسبا الاعتماد عليهم في الفترات اللي جايه. كمان حسم المدرب البرتغالي فيريرا موقفه النهائي من ضم مهاجم أجنبي الموسم الجديد. شايف المدرب البرتغالي فيريرا عدم حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية اللي جاية، وقال كمان المدرب البرتغالي أكتفي بسيف الدين الجزيري المهاجم الدولي التونسي بصفوف الزمالك، إلى جانب كمان استعادة مروان حمدي والمعار لنادي سموحة السكندري. طلب البرتغالي فيريرا تدعيم وسط الملعب بجانب الأجنبي الهجومية وبس مش مركز المهاجم الصريح. وبينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف كابتن حماده طلبه نجم الزمالك السابق. يا مساء الفل عليك يا كابتن، منورنا اكيد كالعاده هنا في اخبار اون تايم. مساء الفل يا شيما، ازي حضرتك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، طمنا عليك في البدايه. والله الحمد لله في نعمه يا رب دايما. يا رب دايما. اكيد يعني لقاء مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك بكره قصاد الاتحاد السكندري، يمكن هي دي مباراه التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي او الموسم الثاني على التوالي بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك اكيد يعني عمل يعني الموسم الحالي زي ما بنقول كده يعني تعتبر معجزه ان هو قدر ان هو يعمل كل الانجازات دي ويوصل كمان ان هو يتوج باللقب ده برغم ايقاف القيد والازمات الكتير أو اللي عدى بيها نادي الزمالك من بداية الموسم الحالي، شفت ده ازاي؟ خلينا طبعا نكون متفقين ان الدوري السنة دي بصراحة دوري ممتع، ده كل الفرق عندها حافز اللي هي تبقى موجودة. سعيد جدا طبعا بعودة مستر فيريرا لنادي الزمالك، يعني الحمد لله فرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا. يعني أنا اتكلمت معاك قبل كده شينا، قلت لك الراجل دوت أنا اشتغلت معاه، والراجل ده بصراحة شخصية قوية وشخصية كويسة. البروفيسور البروفيسور طبعا حاجة يعني مشرفة للكرة المصرية بصراحة. أتمنى الناس كلها تتعلم من الراجل دوت، الراجل دوت عنده خبرات كبيرة جدا، مش هيجي لنا مدرب زي ده مصر تاني. اتمنى ان الناس كلها تستفيد منه، واولهم انا بصراحه، يعني انا نفسي اعمل معاه فتره معايشه واشوفه بيشغل ازاي واتعامل معاه على قد ما انا اشتغلت معاه، بس نفسي اشتغل معاه.
خلينا نقول خلينا نقول كمان اللي هو طب احنا لو سالناك برضو عن يعني فيريرا ساهم بنسبه كام في الميه في وجود الزمالك يعني او تتويج الزمالك بكره ان شاء الله على حساب الاتحاد السكندري بلقب الدوري المصري الممتاز؟ شايف لا شايف هو ساهم بنسبه قد ايه؟ لا ساهم بشكل كبير جدا. يعني انا طبعا بشكر مجلس الاداره اللي هم جابوه طبعا على راسهم المستشار مرتضى منصور وامير واحمد. لا الناس كلها تعبت عشان تجيب الراجل دوت، كانت عودته فيها صعوبه جدا، يعني الناس اقنعته بصعوبه جدا ان هو متواجد. طبعا هو الحمد لله بتربطه علاقه كويسه بجمهور نادي الزمالك، ودي الحاجه اللي وصلته هنا وجيته هنا. صحيح. انما النهارده لازم نقول اللي هو بصراحه ساهم بشكل كبير جدا في النهارده، حول نادي الزمالك من اداء وشكل وحب بين اللعيبه وبعضها، صعدنا الناشئين على اعلى مستوى. لا الراجل ده مش عاوزين نقول لا، ده نقول ده هو ده 100% اللي هو رجع نادي الزمالك. نادي الزمالك كان بصراحه بشبه مع مستر كاردونو كان ضايع بكل المقاييس. حقيقي. انما النهارده الراجل جه الحمد لله، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده شيما، عمل من كتف شربات. الراجل النهارده بأقل الإمكانيات من غير أي تدعيمات من غير أي صفقات جديدة مع وقف القيد ومع أزمات كتير عدت بنادي الزمالك من بداية الموسم الحالي، أزمة إدارية، حاجات في مجلس الإدارة، عدم استقرار، حاجات كتير جدا بصراحة. ده يحسب كمان مش بس لفيريرا، كمان لمجلس إدارة الزمالك وكمان لنادي الزمالك كله، يعني اللعيبة لكل الأفراد المتواجدين في يعني الصرح الكبير اللي هو زي نادي الزمالك. يعني حقيقي عملوا إنجاز كبير جدا يحسب ليهم الموسم الحالي. خلينا نتكلم بقى عن مباراة بكره، مباراة الاتحاد السكندري اللي اكيد لسه منتعش بفوز بثلاث اهداف نظيفه على البنك الاهلي. شايف يعني اللقاء بالنسبه للاتحاد السكندري بكره هيكون عامل ازاي؟ وهل هيحاول الاتحاد السكندري ان هو يمنع او يؤجل تتويج نادي الزمالك بكره بالدوري المصري الممتاز؟ لا طبعا انا ان شاء الله شايف نادي الزمالك الحمد لله عنده الحمد لله بيأدوا بشكل كويس، وعندهم نسبه توفيق كبيره الحمد لله اللي احنا هنحقق الثلاثه بونت باذن الله، وعندهم الدوافع. يعني النهارده انت الماتش ان شاء الله باذن الله موجود في ارضك ووسط جمهورك، يعني الدنيا هتبقى مختلفه اكتر. وانا الحمد لله يعني ان شاء الله تبقى الاحتفاليه ان شاء الله النهارده بكره في ماتش الاتحاد. انا شايف مستر فيريرا الحمد لله كمان ادى الثقه لكل الناس اللي هي تكون موجوده. حقيقي. النهارده شايفين النهارده حسام عبد العال حاجه تفرح بصراحه، من سرد باكات بتاعت اللي هي بتاعت زمان، اللاعب اللي هو يبقى لو حافظ على نفسه بشكل كويس هيبقى متواجد طبعا في منتخب مصر. طبعا عندنا النهارده لا هو عامل حاله في الفرقه. بكره ان شاء الله باذن الله انا بطمن جمهور نادي الزمالك بامر الله ان شاء الله نحقق بكره الدوري بامر الله ونفرح. وان شاء الله باذن الله الثلاث ماتشات اللي جايين باذن الله يدي بقى يدي يشوف بقى، عاوز يشوف ناشئين، عاوز يشوف صحيح. احنا كنا يعني لسه بنتكلم دلوقتي بنقول ان هو صعد يعني ثلاث لعيبه ناشئين، احمد رفاعي مدافع، وكمان ثنائي الوسط طارق علاء وماجد هاني واحمد عبد الرحيم ايشو جناح الفريق. يعني فكره بقى وجود الناشئين والشباب اللعيبه الشباب وتصاعدهم للفريق الاول الفتره دي، احنا شفنا كمان استفاده زي ما كنت بتتكلم من شويه في بعض العناصر اللي برزوا جدا ويعني اثبتوا ان هم فعلا قد تيشرت نادي الزمالك الفتره الاخيره من اللعيبه الشباب، واكيد طبعا ده بيعتبر مكسب بالنسبه لنادي الزمالك من غير ما يكلفوا خزينه نادي الزمالك الكثير من الاموال عشان يقدروا ان هم يعملوا صفقات من بره. يعني فكره تصعيد الناشئين اولاد النادي ده اكيد بيفرق لصالح نادي الزمالك. طبعا يا شيما انت النهارده خلي بالك مش نادي الزمالك بس مستفيد، ده منتخب مصر كمان مستفيد النهارده اللي يبقى عندك عناصر مهمه جدا جدا لمنتخب مصر. النهارده كل الانديه بقت معلش لما شافت نادي الزمالك بيدي الدوافع للناشئين ان هم يكونوا متواجدين، معظم الانديه بدات تدي الكلام دوت. لا النهارده الناشئ مطلوب جدا اللي هو يكون متواجد طبعا في الفريق الاول. النهارده الناشئ لما يبقى عنده 21 سنه 22 سنه ما يعتبرش ناشئ، انت خلاص انت بتحط رجلك طبعا من اول السلمه النهارده وتبقى متواجد مع الفريق الاول. مستر فيريرا دخل الناشئين ديت بصراحه، طبعا اللعيبه ديت لما هي بتطلع عاوزين طبعا نشكر كباتن الفرقه في نادي الزمالك زي شيكابالا. زي صحيح شيكابالا يعني بالاخص عامل حاله حلوه قوي 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 في صفوف يعني نادي الزمالك في اوضه اللبس. يعني دوره مش بس جوه الملعب، دوره كمان موجود بره الملعب اكتر. فكره ان هو ده شغل مدرب، ده شغل مدرب صحيح. النهارده هو اللي لمم الدنيا، هو اللي حابب اللعيبه ببعضها. النهارده شايفين لقطه ايمن حته لما طلع يستلم الكاس وفي ثلاثه كباتن، لا هي دي الروح الحلوه حقيقي اللي متواجده في نادي الزمالك حاليا. حقيقي. قبل كده ما كنتش بشوف كده بصراحه. ومستر فيريرا لما كان شغال معانا 2014 2015 كنا ال 35 لعيب بيحبوا بعض. لا انا مش عاوزين نضيع حق الراجل بصراحه، هو اللي لمم الدنيا صحيح مع كباتن الفرقه المحترمين.
اتمنى لهم طبعا التوفيق باذن الله. وفي عناصر ثانيه طالعه ناشئين هتبقى ان شاء الله ليها وجود، انا شفتهم على مستوى الشخص، شفتهم ولعبناهم ماتش ودي. لا في عناصر كويسه باذن الله، باذن الله يكونوا متواجدين في نادي الزمالك. ان شاء الله يحققوا الدوري بكره، وان شاء الله تبدا الناس تاخد باذن الله، ويبدا بقى موسم جديد. اللعيبه اللي هو عاوز يجيبها، النواقص اللي عنده تكون متواجد معاه ان شاء الله، تكون متواجده معاه باذن الله يعني. وزي ما انتم شايفين يا شيماء، بس اقول لك حاجه، النهارده شايفين محمد عبد الغني الناس كلها كانت بتستغرب. النهارده الراجل عشان عنده فكر وعنده صحيح اداره لكل حاجه، خلى محمد عبد الغني النهارده بزندر وبيأدي بشكل كويس جدا زي ما عمل معايا قبل كده. جابني من الباك رايت، لعبني باك ليفت، اديت بشكل كويس. المسلوسي النهارده ادى في الباك ليفت. لا يعني صراحة هو ده شغل مدرب، انا بتمنى له طبعا التوفيق باذن الله، ويحققوا البطوله باذن الله بكره بامر الله. كابتن حماده طلبه نجم الزمالك السابق، اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم، بشكرك جدا على وجودك وعلى وقتك معانا. مشاهدينا بكده خلصت اولى فقراتنا، هنروح دلوقتي معاكم لفاصل سريع وهنرجع ونكمل بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية، هنروح معاكم دلوقتي لأخبارنا المحلية مكملينها معاكم، وهنروح بقى للنادي الأهلي. ويمكن النتائج السلبية مستمرة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وده بعد ما تعادل سلبان للمرة التانية ليه على التوالي قصاد الإسماعيلي امبارح، وطبعا بقى فقدان النادي الأهلي المنافسة على الدوري بشكل رسمي، وده بسبب التعادل قصاد الدراويش. لكن يمكن النقطة الإيجابية بالنسبة للنادي الأهلي إن هو حافظ على الكلين شيت. النادي الأهلي بقى بيستعد لمواجهة دلوقتي أنفي يوم الأربعاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري. عشان كده سوارش المدير الفني رفض ان هو يدي اللعيبة راحة سلبية النهاردة، وقرر ان هم يواصلوا التدريبات. كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي حريص جدا ان هو يجهز اللعيبة كويس للمباراة القادمة اللي هتكون قصاد انفي، عشان يحققوا نتيجة ايجابية وكمان ينهوا الموسم بشكل كويس من خلال دراسة الفريق البترولي بالفيديو، عشان يعرفوا برضو نقط القوة والضعف في صفوف الفريق البترولي، وكمان اهم اوراقه الرابحة اللي يعتمد عليها الفريق. لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي، وفي حاله من الغموض حوالين موقف بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، واللي بيغيب عن مباريات الفريق الفتره الاخيره دي بسبب تجدد الاصابه، واللي عانى منها تحديدا قبل مواجهه مصر المقاصه في كاس مصر للنسخه الحاليه. عشان كده مسؤولين النادي الاهلي استقروا ان هم هيسوقوا بيرسي تاو، وكمان يسيبوا مكان او يفضوا مكان في قائمه الاجانب في الفريق. وبالرغم من ان مسؤولين النادي الاهلي عارفين ان بيرسي تاو من عناصر الخبره، ولكن مسؤولين النادي الاهلي برضه عايزين يتعاقدوا مع مهاجم اجنبي سوبر يقدر ان هو يقود هجوم الفريق. كمان سواريش مش حابب ان هو يكون عنده لاعب اصاباته متكرره حتى لو كان من العناصر المهمه. وكمان اتكررت اصابه اللاعب في العضله الاماميه خلال تدريبات الفريق اللي سبقت مواجهه مصر المقاصه، واللي خاضها النادي الاهلي في دور الـ32 من بطوله كاس مصر، واللي حسمها المارد الاحمر لصالحه بهدف مقابل لا شيء من ركله جزاء عن طريق رامي ربيعه. كمان غاب عن مباراه النادي الاهلي قصاد كومباني، وكمان مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري ممتاز. مكملين مع حضراتكم اخبارنا المحليه، وقرب مسؤولين نادي طلائع الجيش ان هم يحسموا التعاقد مع محمود وحيد ظهير ايسر النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، في ظل عدم انسجام اللاعب وتاقلمه جوه جدران النادي الاهلي من ساعه ما انتقل من صفوف مصر المقاصه من عده سنوات. طلب طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش التعاقد مع محمود وحيد عشان يدعم مركز الظهير الايسر، وطبعا ما فيش حد دلوقتي موجود في المركز ده في صفوف طلائع الجيش غير محمد ناصف، واكيد بيامل مسؤولين نادي طلائع الجيش وطارق العشري المدير الفني ان هم يعملوا العديد من الصفقات القويه، وكمان يقدروا ان هم يدعموا صفوف الفريق استعدادا اكيد للموسم اللي جاي، واللي بيسعى من خلاله الجهاز الفني ان هو يكون متواجد في المربع الذهبي، وكمان يقدر ان هو يشارك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. وهيطير كمان عمار حمدي لاعب النادي الاهلي للنمسا بصحبه الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق خلال الساعات اللي جايه، عشان يقابل الطبيب اللي اجرى عمليه الرباط الصليبي واللي تعرض ليها قبل ساعات من مشاركه الاهلي في بطوله العالم للانديه واللي اقيمت في النسخه الماضيه في الامارات. ومن المقرر ان يحدد الخبير النمساوي لعمار حمدي البرنامج التاهيلي واللي بيخضع ليه في قطر، وكمان البرنامج التاهيلي التابع للمرحله النهائيه، عشان يتاكد ويطمن برضه على جاهزيه اللاعب قبل ما يرجع مره ثانيه وينتظم في التدريبات. نروح بقى معاكم لاخبار الدراويش والاسماعيلي.
دلوقتي بيدرس عفوا بيدرس مجلس ادارته برئاسه يحيى الكومي رئيس النادي رحيل الايفواري جان مورال لاعب الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، واكيد بتدور كمان لجنه التعاقدات في الدراويش ان هم يسوقوا اللاعب ويعرضوه للبيع، وده بسبب عدم مشاركته مع الفريق بصوره مستمره. كمان تعاقد الاسماعيلي مع الجناح الايفواري صاحب ال 25 عام قادم من الدوري البيلاروسي لغايه موسم 2026 عشان يدعم الجانب الهجومي في فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت، ولكن مورال بره حسابات المديرين الفنيين اللي تعاقد معاهم الدراويش في الفترات الأخيرة، ويمكن آخرهم كمان حمزة الجمل. برضه استقر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني للفريق، وده بعد نهاية الموسم الحالي، خصوصا طبعا أن الأداء والنتائج اللي حققها الفريق الموسم الحالي ما كانتش على المستوى المطلوب في ظل توفير كل عناصر ووسائل النجاح، سواء بقى من خلال التعاقد مع لعيبة مميزة أو إقامة معسكرات. وغير كده كمان جت هزيمة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري بثلاث أهداف نظيفة في المباراة اللي أقيمت على استاد اسكندرية، وبقى حلمي طولان المدير الفني السابق لأنفي هو الأقرب دلوقتي ويمكن أبرز المرشحين عشان يتولى قيادة الفريق الفنية. بيطمح كمان مسؤولين البنك الأهلي إن هم يتأهلوا للبطولة الأفريقية من خلال الدوري الموسم اللي جاي، والتعبير عن نفسهم بمنتهى القوة في الموسم القادم. ودخل محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع البرتغالي فنجادا المدير الفني السابق للزمالك وكمان المدير الفني السابق لاتحاد الكوره، واللي رحل عن منصبه في الجبلايه بعد انتهاء مهمته في الجبلايه. وبيبحث دلوقتي مسؤولي نادي الاتحاد السكندري عن مدير فني مخضرم عشان يقدر ان هو يقود الفريق ويحطه في الطريق الصحيح بعد سلسله من النتائج السلبيه والمخيبه للامال، والمنتظر انها يصل فنجادا للقاهره خلال الساعات اللي جايه بصحبه كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر عشان يطالبوا بحقوقهم الماليه المتاخره. برضه رصد مسؤولين المقاولين العرب مكافآت خاصه من اجل البقاء في مسابقه الدوري العام، وده عشان يحفزوا اكيد اللعيبه على تحقيق الانتصارات في الجولات الثلاثه المتبقيه لذئاب الجبل في مسابقه الدوري العام قصاد فريق فاركو والاتحاد السكندري والمصري بورسعيدي، واللي اكيد يعني من شانها انها تحسم مصير المقاولين من البقاء في المسابقه، وانتعشت كمان حظوظ المقاولين العرب في البقاء في الدوري العام المقبل بعد رفع رصيده للنقطه 29 بعد فوزه بثلاث اهداف على مصر المقاصه عشان يتقدم مركزين في ترتيب جدول الدوري، ويحتل دلوقتي المركز ال 15 ورصيده 29 نقطه بعد ما خاض 31 مباراه، فاز في 5 مباريات، تعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراه. سجل لعيبه المقاولين العرب 25 هدف واستقبلت شباكهم 30 هدف. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا المحلية، نروح معاكم دلوقتي سريعا لفاصل وهنرجع ونكمل معاكم هنا بقية فقرتنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. برحب اكيد بكل مشاهدينا مره ثانيه، ودلوقتي جه معاد تتواصل مباريات الدوريات الاوروبيه المختلفه واقوى مباريات النهارده في الدوري الانجليزي، لقاء اكيد القمه المبكره ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد على مسرح الاحلام اولد ترافورد الساعه 9 مساء، في مباراه بكل تاكيد هيتابعها الملايين حوالين العالم من عشاق كره القدم الانجليزيه. ومن الدوري الانجليزي نروح معاكم للدوري الاسباني والليجا الاسبانيه، والجوله الثانيه منها النهارده الساعه 8 التشي هيلاعب الميريا، والساعه 10 جيرونا هيلاعب ختافي. نروح للدوري الايطالي الجوله الثانيه، روما هيلاعب كريمونيزي، والساعه 6:30 سامادوريا هيلاعب اليوفنتوس الساعه 9 الا ربع. النهارده وبكل تاكيد هيسعى نجمنا المصري محمد صلاح ان هو يحقق المزيد من الارقام القياسيه قصاد المان يونايتد، لان هو في حاله ان هو يسجل النهارده هدف او اكتر ان شاء الله 21 هدف، لغايه دلوقتي بيتساوى مع لوكاكو مهاجم تشيلسي والمعار لصفوف انتر ميلان الايطالي بنفس عدد الاهداف 121 هدف. وفي حاله ان هو سجل محمد صلاح قصاد فريق المان يونايتد فهيفك برضه شراكته مع لوكاكو ويتقدم للمركز ال 19 في قائمه الهدافين التاريخيين للبريمير ليج.
امبارح برضو حقق النجم الفرنسي كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان رقم مميز بعد ما اصبح اصغر لاعب بيوصل ل 200 هدف على مستوى الانديه في القرن ال 21 بعد ما سجل 3 اهداف في سباعيه باريس سان جيرمان قصاد لال في الجوله الثالثه من الدوري الفرنسي. وبحسب شبكه بي سوكر الفرنسيه فخلاص اصبح امبابي وهو عمره 23 عام و 244 يوم اصغر لاعب بيوصل ل 200 هدف مع الانديه في القرن ال 21. قال كمان الموقع ان سجل ميسي 168 هدف في نفس العمر ده، وراؤول جوانزاليس كان مسجل 148 هدف، سيرخيو اجويرو في نفس عمره كان مسجل 142 هدف، ومايكل اوين ونيمار 139 هدف لكل لاعب فيهم، ولويس سواريز 133 هدف، ولوكاكو 130 هدف، وكمان هانتيلار 117 هدف، وروني 114 هدف، ووصل امبابي ل 175 هدف في 219 مباراه مع باريس سان جيرمان، وبقى طبعا على بعد 25 هدف بس من معادلة رقم المهاجم الأوروغوياني أديسون كافاني واللي سجل 200 هدف مع باريس سان جيرمان وهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي. كمان برضو أكدت شبكة أبطال الأرقام والإحصائيات أن امبابي سجل أسرع هدف في الدوري الفرنسي من ساعة ما بدأت الشبكة أن هي تجمع الأرقام الخاصة بالبطولة التفصيلية من موسم 2007 أو 2006-2007. دي كانت جولة إخبارية سريعة جدا. دلوقتي نروح معاكم بقى للفقرة اللي جاية وهي فقرة أخبار العالم. هنبتدي مع ماركا الأسبانية. ركزت الصحيفة على بطولة أوروبا لألعاب القوى واحتلال أسبانيا المركز الثالث، وكتبت أسبانيا من ذهب أنهت بطولة أوروبا في المركز الثالث ولا يتقدم عليها سوى بريطانيا وألمانيا. الصحيفة برضو اهتمت بفوز في ريال على أتلتيكو مدريد 2-0 وبرشلونة على ريال سوسيداد 4-1 في الدوري الأسباني. كتبت في ريال يرتدي الصدارة وليفاندوفسكي يضع برشلونة تشافي في المسار الصحيح. أما صحيفة سبورت فركزت على فوز برشلونة 4-1 على ريال سوسيداد في الدوري الأسباني. كتبت مهرجان الصحيفة كمان اتكلمت عن أخبار برشلونة وكتبت كوندي يبقى دون تسجيل ومنفس ديباي يطلب راتب كبير من اليوفنتوس واليوم اجتماع من أجل مستقبل أوباميانغ. مشاهدينا نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل وهنرجع ونكمل بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. برحب اكيد بكل مشاهدينا مره تانية وبنوصل معاكم دلوقتي لاخر فقراتنا وهي فقره وان شوت. النهارده في وان شوت معانا لقطه من اللقطات اللي بتكون صعبه جدا على اللعيبه اللي عندهم تاريخ كبير مع انديتهم، وهي لحظه الوداع والفراق والرحيل لنادي تاني. النهارده بقى هنتكلم عن النجم البرازيلي كاسيميرو واللي ودع نادي ريال مدريد بالدموع. النهارده من اخبار اون تايم وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحه المحليه والعالميه. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده. شكرا لحسن المتابعه والى لقاء اخر.